وقد جاءت أحاديث تبين صفات عيسى بن مريم وهو مسيح الهدى، بينما المسيح الدجال هو مسيح الضلالة. جاء عند البخاري أنه جعد وعريض الصدر، وجاء عند مسلم أنه رجل الشعر، يعني أنه سبط الشعر يعني ناعم الشعر، بينما في الرواية التي مرت معنا في صحيح البخاري أنه جعد. والتوفيق بينهما كما أشار ذلك ابن حجر رحمه الله في الفتح أنه كان جعد، بمعنى أن جسمه متجعد لاكتناز لحمه، بينما رجل الشعر يعني أن شعره ناعم، فلا تعارض بين الروايتين.